مساحاتنا الصباحية دائما متنوعة، واحدة من المساحات دائما بنكون حريصين جدا فيها إنه نستضيف عدد من الشباب الموهوبين جدا اللي ممكن تكون عندهم هواية ومشوا فيها خطوات كثير جدا، وفي نفس الوقت قدروا يثبتوا ذاتهم وقدروا يتابعوا شغفهم اللي هم فعلا بيحبوه ومشوا به لقدام. واحدة من الحاجات الجميلة جدا اللي بقينا نلاحظها إنه عدد من الشباب بقى مهتم جدا بموضوع الثقافة. اليوم هيكون معنا ضيف داخل الاستوديو مهند فيصل النور أحمد، معروف بإمام العاشقين، هو من مواليد العام 2000، عضو في مركز شباب أم درمان، وعضو في بيت الشعر، وعضو المكتب الثقافي للاتحاد الدولي للفنون والصحافة والإعلام، ونائب الأمين العام لمؤسسة بيت الظل الثقافية. أهلا ومرحبا بك يا مهند، وصباح الخير عليك. مرحبا بك، صباح النور، ومرحبا بكل المشاهدين. الناس سمعت كل تعريفك، هذا تشوف الشعر اللي خلاك انك تكون كل المناصب دي. تمام. ما لي ذهلت بثقرك الفتاك، ام ذاك كفي لامسته يداك، واضاعني قلبي واعلم انه لم يلقني ابدا ولن يلقاك. لم يدر قلبي بالهوى وعذابه، يا فرحتي ايضا وما ادراك. أقحمت نفسي في الفجيعة عالما هذا العقاب لمن يذوق هواك. يا بنت يوسف قد ورثت جماله، سبحان ربي الخلق من سواك. ألقي الحنان علي يا محبوبتي حتى تعود بصيرتي لأراك. متنشقا عطر الرياض وسحره، يا حسن عرف الزهر في يمناك. فتفجرت رئتي وفاح عبيرها، عجزت رئاتي احتواء شذاك. شحبت شموس الكون من أنوارها، والورد أنبت كي يمس نداك. فسألت عقلي هل جمالك ممكن، عذرا نسيت بأن ذاك أباك. ما كنت أحسب أن تفيد مدامعي، أو أنني يوما سأغدو الشاكي. لكن يوم البدر أكمل شكله، أيقنت وجهك قد علا بسماك. فطفقت أذرفها الدموع وأنتحي بصراخ مولود صغير باكي. زعم الكثير بأن جنا مسني، إذ ما بكيت بحرقة لأراك. لم ينظروا يوما بعين عشيقتي حتى ينالوا لوعتي وهلاكي. عفريت جن قد عراه مسه، بل ليس جن يحتريه سواك. لم يدركوا أبدا بأني مغرم، يا ليت شوقي بالفؤاد رماك. مهند أهلا مرحبا بك مرة ثانية، شكرا لك على البداية. مهند بدأ الشعر من العام 2013، في نفس الوقت الدراسة الحالية هي هندسة النفط. ممكن تكون ما بدأت طولت شديد يعني، لكن في نفس الوقت برضو اخترت مجال مغاير، يعني ما اخترت مجال الآداب وكذا. صح. لكن ممكن تكون هندسة الكلمات عشان تطلع في النهاية بشكل موزون يعني. ما بعيد. صح. والله لا 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 الشعر دائما أو الموهبة عموما ما عنده علاقة مع المجال الدراسي أو المجال اللي الإنسان بيعمل فيه. فالموهبة يعني أنا لقيت نفسي مايل للشعر وبدأت، والظروف دخلتني في هندسة النفط واستمريت فيها. جميل. لكن ما شاء الله يعني عضو في مركز شباب أم درمان، عضو في بيت الشعر، وعضو مكتب الثقافي بالاتحاد الدولي للفنون والصحافة والإعلام، يعني في نفس الوقت أنت بدأت متأخر يعني. بدأت بدري ما متأخر. 2013. 2013 أنا كان عمري 13 سنة. صغير. مواليد 2000. فكانت يعني تجربة بالنسبة لي، وكانت التجربة كانت موفقة الحمد لله. أنت بدأت وين؟ أو بدأت كان يعني في مركز شباب أم درمان، ولا بدأت وين؟ الشعر أنا درست في مدرسة القادسية القرآنية الخاصة اللي هي كانت قريبة ل ل ل ل في مناهج قريبة لدار تحفيظ القرآن، لأنه كنا بنكتب في اللوح ونكتب بالدواية وكذا وهناي. فكان في شيخ دائما قاعد يجيب لي القصائد الإسلامية أو الدينية في كل برنامج صباحي. إنه أنا قديمة أي كلام ده يعني، أنا كنت في أولى تقريبا. هو بدأ معي، فكان كل أسبوع بيجيب لي القصيدة دي وبيشرح لي إنه دي معناها كده ودي معناها كده، وبقيت أنا بحفظ وبكون فاهم إنه أنا الحاجة دي معناها كده وهنا. أيوة. وبقدم. فالموضوع ده استمر يعني أسبوعيا قصيدة 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 لحد ما وصلت تقريبا الصف السابع أو الصف الثامن.
فقدرت أني أكتب أنا قصيدة براي. دي كانت أول قصيدة لك في سنة تامنة؟ في تامن تقريبا أو سابع ما متأكد. بتتذكرها ولا صعب؟ نسيتها. تمام. وبعد ذاك واصلت يعني؟ بعد ذاك واصلت في الكتابة، لما دخلت الثانوي واصلت في الكتابة كده. دائما الشاعر لما يدخل في تفاصيل اكثر في الشعر وفي نفس الوقت يدخل عالم الشعراء ويكون موجود وسط الشعراء، الحاجه دي بتزيد ذخيرته اللغويه في نفس الوقت طبعا. بيكون في تنقيح مباشر وسريع جدا للنصوص الشعريه. وجودك في بيت الشعر وفي نفس الوقت في مركز الشباب ام درمان اللي هو خرج كثير جدا من المبدعين يعني، صح. الحاجه دي اضافت لك صح لأي مدى؟ دائما البيئه اللي بتكون محيطه بالشاعر هي اللي بتكون وهي اللي بتبني الشاعر، فعشان كده يعني حتى زي ما قلت لك انه كان السبب في بناء الموهبه الشعريه اللي هو الشيخ اللي كان بيجيب لي القصائد دي كده. فلما طلعت وخشيت تخرجت من الثانوي وخشيت في مركز شباب ام درمان وخشيت في بيت الشعر، لقيت انه الناس اللي حولي كلهم يعني عباره عن شعراء وادباء وكده، فالموهبه زادت يعني، ولقيت انه انا بقدر اكتسب منهم ادوات جديده للشعر ومعارف جديده وكده، فأثرت عليه جدا. ولقيت في 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 بيت الشعر ولقيت في مركز شباب ام درمان وفي بيت الضل وكلهم يعني الحياة دي كانت مؤثرة عليه. أي شاعر بيحلم إنه يعمل ديوان شعر وأنت عملته؟ عملته متين؟ ديوان الشعر عملته تقريبا 2016 2017 كده في 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 كان بيعته عنوان؟ كان بإمام العاشقين. إمام العاشقين عشان كنت لقبت بإمام العاشقين. أحكي لنا عن ديوان الشعر، يعني ديوان الشعر هو مو مجرد أشعار بتجمع في مكان واحد، لا أنت بتخاف من النقاد، بتخاف من تقبل الآخرين لشعرك وكذا، فكتجربة وثقلت برضو كثير جدا ممكن تكون من أدواتك. والله تجربة الديوان حق إمام العاشقين كان مغامرة بالنسبة لي يعني. يعني كانه زول يعني دخول للحرب من غير عتاد باعتباره، لانه الفتره ديك 2016 لسه انا ما اكتسبت المعارف والادوات اللي بتخليني انه انا اكتب ديوان واعرضه وانشره للنقاد وللقراء وللناس كلها انه تشوفه وتجي تنتقد، ولكن برضه يعني قلت لازم ابدا وعشان الفت نظر بعض الشعراء الكبار وبعض النقاد ويشوفوا الموهبه ويحاولوا اتعلم منهم يعني ويزيدوني في صغله. فعشان كده لما طلعت الديوان حق امام العاشقين عرفت انه الحاجات اللي انا محتاج لها شنو، والحاجات اللي انا عندي والحاجات المفروض انا اطورها. فكانت تجربه جميله بالنسبه لي. مدى تقبل الناس كان له كيف؟ والله مدى تقبل الناس كان 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 جميل لسبب، لانه كان يعني بالنسبه لعمري انه انا عمري 16 سنه واكتب ديوان اي في الحاجه دي الناس اللي تقبلتها شديد وتخطط لي اخطاء كثيره يعني نسبه للعمر يعني تخطوا لي حاجات كثيره، لكن برضو يعني ما النقاد ما بيرحموا في حاجات زي دي، دائما يقول لك ده صح وده غلط ودي والمشكله انه كان الديوان بالفصحى والفصحى انت عارفه انه النحو والصرف أيوة. ففي حاجات انت ما بتقدر تتفاداها ما بتقدر تتخطاها، لازم تكون مدغنه تماما. فعشان كده الناس كانت دائما معي صريحه انه ده غلط وده ما يجوز انه يتقال كده وكده وكده ولحد ما وصلنا. اختيارك للفصحى كان لانه من الاول من بدايتك انك انت بديت تحفظ وتقرا الشعر الفصيح، ولا بعد ذلك انت حسيت انه انت فعليا ده احساسك تجاه الشعر الفصيح؟ والله الشعر العامي دائما هو الاكثر جمهورا عندنا نحن هنا في 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 السودان، هو الاكثر جمهورا والناس كلها يعني قربا من قربا من المتلقي لكن يعني البيئه اللي انا قمت فيها اللي هو القصائد اللي كنت بحفظها اللي هي قصائد دينيه، حتى متى والى متى نتوانى واظن هذا كله نسيانا، فكلها على الشاكله دي. فالحاجه دي هي اللي اثرت فيني وخلتني انه انا اكون ميال للشعر الفصيح اكثر من الشعر العام او الدارجي. وفي نهايه الامر يعني الزول دائما في محاولات لعام والله حاولت لكن لقيت اقرب ليل لقيت هي المحاولات نجحت يعني والقصايد طلعت ما فيها مشاكل، لكن حسيت بنفسي انه انا ده ما مكان يعني المفروض اكون فيه. حتختار لنا حاسه شنو طيب؟ فصيح ولا عام؟ لا الموضوع العام ده ما حتختار الفصيح؟ حختار خلاص خلينا نسمع ثاني قصيده. طيب
ضوء أضاء الأرض واجتاح الفلك، فتساءل الأحياء هل هذا ملك؟ فتركتهم سكرى وكلي حائر، ودخلت في جوف الفؤاد لأسألك. إني جعلتك للتلاقي آية، من حرف العهد العتيق وأولك. إني جعلتك يا فراق محرما، من غيرنا سن القرار وحللك. يا قلب شوق قد سباك من النوى، أم ذاك عشق بالتفرق قتلك. لما رآك من المحبة راجفا، ألقى بأثواب الحنان وزملك. في عينك سهم أشد مرارة من كل سهم بالمعارك قد سلك. مسكت بأبواب الشقاء وقلقت، قالت بألسنة السعادة هيت لك. لولا تشبث ذا الفؤاد بربه، لكان من فرط المحاسن قد هلك. لولا ضياء الثغر ما صبح أتى، لولا صفاء الشعر ما ليل حلك. مهند، ولقبك بإمام العاشقين ده بخليك أنت محصور تماما في نوعية الشعر اللي أنت بتقوله، ولا لا أنت عندك تجارب بتاعت شعر قضية، شعر ممكن يكون وطني، يعني أنواع مختلفة؟ صح، في تجارب، لكن يعني غالبا القصائد اللي أنا قاعد أقدمها في المنابر، في المنتديات مثلا الجامعية، المنتديات في بيت الشعر، والمنتديات في مركز الشباب درمان، دائما بتكون قصائد عاطفية، دائما بتكون كده. وبناء على ذلك برضو الديوان اللي أنا طبحته كان اسمه إمام العاشقين، والقصائد اللي كانت فيه كلها عبارة عن قصائد عاطفية، فعشان كده يعني الاسم بقى سرى علي وبقى ثابت. جميل. طيب أي شاعر يعني بيحلم بديوان شعر، وأنت مشيت الخطوة دي، لكن دي كانت خطوة أولية يعني، أكيد برضو بتكون في خطط تانية قادمة في الطريق يعني. أكيد أكيد، في فكرة حق الديوان جديد، غالبا ما يكون اسمه نثار من أنا، لكن لسه يعني لسه في بدايته وكذا، وما عايز استعجل له، وعايز أخليه يمكن خلال السنة الجاية إن شاء الله يكون يطبع ويتنشر إن شاء الله. بالنسبة لك المنابر المهمة جدا اللي من خلالها بتوري الناس، بتعرف الناس بمهند، وفي نفس الوقت كل الناس بتتابع يعني بإبداعاتك المختلفة، هل السوشيال ميديا ولا المنتديات ولا المهرجانات ولا وين بالضبط؟ والله بالنسبة للمهرجانات ما حصل أنا مثلا حتلاقي الفرصة إنه أقدم في مهرجان. بالنسبة اللقاءات التلفزيونيه دي اول اطلاله لي في قناه ستون 24، ان شاء الله لقاءات قادمه برضه، اللهم امين يا رب. وبالنسبه للسوشيال ميديا، فكان عندنا في برنامج بيت الظل في رمضان الفات ده، عندنا برنامج كان يقدم كل يوم خميس، لقاء ما بين شاعرين من المؤسسه، فده قدمت فيه واتنشر الفيديو في اليوتيوب. لكن شايف انه في الفتره الحاليه بقى انه اليوتيوب دائما والقنوات التلفزيونيه هي الاكثر يعني انتشارا، وهي دائما بتظهر المواهب، وهي دائما بتشهر الانسان اكثر يعني. يعني لكن عموما في واحد من الشعراء كان بالنسبه لك هو ذو تاثير عالي جدا، وتاثرت جدا بكتاباته او بالطريقه من الشعراء العرب، نعرف سودانيين او عرب، في من الشعراء يعني ابو طيب المتنبي، دائما انا دائما بتاثر بكتاباته من قوتها وكذا. من الشعراء السودانيين ادريس برضه دائما بتاثر بالرقه والعذوبه حقت شعره. وفي من الشعراء المعاصرين يعني كتار جدا انا قاعد اتاثر باشعارهم وكذا، وبتمنى انه اصل لمراحلهم وانه ارتقي اكثر منها ان شاء الله. برضو واحده من الحاجات المهمه جدا انك انت لازم تكون التواصل مباشر ما بينك وما بين المتلقين، على عكس الطبقه المثقفاتيه يعني بيكونوا موجودين معك في المنابر. عندك صفحه مثلا بتتابع بتنزل فيها قصائدك الجديده، بتاخذ راي الجمهور فيها، بتقبل النقد فيها، بتقبل التصويب، حاجات دي؟ لا ابدا والله، ما قاعد انزل القصائد في هنا في الصفحات، لكن بالنسبه للتصويب وراي الجمهور في مؤسسة بيت الظل الثقافية اللي هي في الجامعة يعني، اللي هي أغلب الزمن أنا بكون هناك أهو، فعندنا ورش يعني ورش للشعر،
فدائما المنتدى اللي بيكون الجامعي بيكون يوم الخميس، وقبله يوم الثلاثاء بيكون في ورشه. الورشه دي بنجي نحن فيها الشعراء، ايوه بنجي فيها نحن الشعراء، اي زول بيقول القصيده ويعني بيتلقى الانتقادات، ودي هنا صح ودي هنا خطا وكده. فتاني لما تجي انت يوم الخميس تقوم عايز تقول القصيده دي في المنتدى امام الجمهور الطلاب، يعني جمهور الطلاب اصعب جمهور لانه يكون واعي جدا لكل الكلمات، فبتكون انت متاكد انه انت ما عندك حاجه خاطئه، ما عندك مشكله. فدي الحاجه يعني اللي اثرت برضه. بما انك انت موجود في الجامعه، ما فكرت تكتب في قضايا حق الشباب؟ يعني قضايا انت معاصره. ما فكرت لانه لقيت الحاجه دي كثيره جدا، يعني معظم الشعراء في الجامعه بيكتبوا في القضايا. ودائما انا بحب انه اكون متميز. مختلف او متميز عن 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 بقيه الشعراء، فالتزمت بالمسار حقي اللي هو المسار العاطفي وبقيت. جميل، خلينا نسمع اخر قصيده. طيب، وطاهرة علت روحي وقلبي، يعطر مسكها الفواح دربي، إذا قالت أيا مولاي ربي لها من قبل دعوتها استجاب، صحت في القلب أشواقا ونارا، أبوح بحبها علنا جهارا، تعانقنا على شوق نهارا، ولامس ثوبها صدري فذاب، ولامس طيفها في اللهيبة، لألقاها بعيدا أو قريبا، تحرق مهجتي فتشم طيبا، لها من نار أشواقي سرابا، توقل سحرها قلبي وعم، فحاول فكه خالا وعم، قرأت له تبارك ثم عم، وما أجداه شيخا أو حجابا، إلى الخصولات نجم الكون هم، يداعب شعرها حتى ادلهم، توجس من ضفائرها وهم، رآه البدر مرتجفا فغابا، تفوق بعلمها كل النساء، وفاقت علم أحمد والكساء، وفاقت علم أحمد والنساء، توجس من تفقهك الكسائي، فنادى قومه ليقول صابا. الذاكرة دائما ترى من نور طلتها رواحة، ولاقت عينها همي فراحة، شربت بعينها تمرا وراحة، فأنستني التألم والعذاب. دائما الذاكره ما في اي مشكله. انت دائما القصائد يعني بتكون موجوده يعني في الاذهان، ولكن شاكرين جدا لوجودك معنا يا مهند. شكرا. ورساله اخيره للمتابعين اللي حيكونوا متابعين جدد بالنسبه لك يا مهند، وانت ما عندك مواقع تواصل اجتماعي، لكن تكون البدايه لك ان شاء الله. والله رساله بقول شكرا لكل الناس اللي تابعوني، وكل الناس اللي حاولت انها تتابعني، لكن الظروف حقت البلد ما سنحت لها، لانقطاع تيار او حاجة زي دي. وشكرا لكل زول ساندني في الموهبة الشعرية، وشكرا لكل زول حاول انه يقيف معي، وشكرا لقناة السودانية 24 في استضافة لي في اول اطلالة لي على القناة، وشكرا لك. شكرا لك يا مهند، وان شاء الله دائما للامام وتحقق كل انجازاتك اللي انت حابة تحقيقها. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.